ياسر، وجدنا استقبال رئيسي للمقاومة أو حركة المقاومة الفلسطينية في القصر الرئاسي في دمشق بشكل وكأنه هو رئيس هذا القصر، استقبال عناصر من حزب الله وكأنه بشكل يقف يجلس في النصف. ألا يفسر ذلك أنه نوع من أنواع التبجح الدبلوماسي الذي لا يفيد أي من الأطراف؟ فعلا يعني من حيث النظرة هذه مواقف غير بروتوكولية ولا يمكن أن تكون بهذا المعنى، خصوصا إذا علمنا أنها قصر رئاسي وليس جناح خاص برئيس دولة متواجد ويمكن أن يزوره البعض في هذا الجناح، هو يعتمد على يعني على مؤسسة الدولة السورية، وكأنه يريد أن يصدر رسالة مفادها أن الدولة السورية، سوريا بالمجمل هي المحافظة رقم 32 بالنسبة لإيران، وهو يأتي إلى محافظته محافظة من محافظاته يدير المشهد كما يشاء. الأمر المبالغ فيه أيضا تصدير هذه الرسالة بأنه قائد المقاومة وقائد يعني الحركات الفلسطينية، من المعيب فعلا أن تظهر الحركة الفلسطينية المقاومة طوال هذه الفترة الطويلة من الزمن التي حققت ودفعت الأسمان الغالية الغالي والنفيس أن يعني أن يصادر كل هذه الأمور شخص مثل رئيسي الذي لم يقدم ولا حتى قطرة دم واحدة في سبيل تحرير فلسطين، والمال الذي يعني يفترض أنه يقدمه لا يسبب أنه يعني يؤدي إلى تبعية بالمطلق. لذلك أنا أعيب فعلا على قادات الفصائل التي خضعت بهذا الاجتماع وهذا اللقاء وكأنها تقابل مرؤوسها وأنها تريد أن تقول له سمعا وطاعا لكل شيء. الأمر الأخير الذي أريد أن أقوله، فعلا رئيسي بروتوكوليا تجاوز الكثير من يعني المظاهر اللائقة عندما يظهر بحالة طائفية ويريد أن يظهر وكأن الانتصار هو للحالة الطائفية وليس لنظام حتى ولا حتى لحالة جغرافية، ويريد أن يقول أن التمدد الشيعي الذي تنبأ به الملك حسين منذ فترة طويلة يعني أصبحت واقعا وأصبحت فعلا على حدوده. هذا الرئيسي ماذا لو شيء خامنئي؟ يعني أنا كما أريد أن أقول بكل بساطة، حتى رئيسي هذا هو تابع لخامنئي، يعني دولة إيران تحكمها دولة ولاية الفقيه، وهؤلاء أدوات سواء رئيسي كرئيس بين قوسين للدولة الإيرانية أو لما يعرف برئيس الحرس الثوري الإيراني، ولكن كلاهما عندما يأتيان سوريا أعلى مرتبة من النظام في سوريا، يعني وكأننا نتكلم عن حالة ماسونية ونقول أن هؤلاء ضمن طبقات، بشار الأسد هو أدنى سلم الطبقات، رئيسي ورئيس الحرس الثوري الإيراني أعلى منه في هذه الطبقة، وبالتالي يتوجب على بشار الأسد أن يقدم لهم كل الاحترام والتبجيل والتعظيم له لدولهم. أستاذ ياسر النجار أكاديمي والبحث السياسي، أشكرك على تواجدنا في هذه الحلقة. شكرا لكم. مشاهدنا الكرام، الشكر موصول إليكم، فإلى حلقة جديدة من سوريا الآن، أحييكم، دمتم في أمان الله.